يقول السائل: بالنسبة حفظكم الله لاختلاف أهل العلم في مسألة ما هو الأفضل، السكنى في مكة أو المدينة، يقول: ما هو الراجح في ذلك؟ لا شك إن مكة أنها أفضل، مكة عند جمهور أهل العلم أفضل من المدينة، السكنى في مكة أفضل من السكنى في المدينة. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، وين الفرق بين التضعيف هذا؟ 100,000 صلاة إلى 1,000 صلاة فقط، ما في مقاربة. فمكة أفضل بلا شك، وإن كان بعض المغاربة يفضلون المدينة على مكة، لكن هذا مرجوح. نعم.